خليني بس اخد هذا التليفون المهم جدا، دكتور اشرف صبحي سياده وزير الشباب والرياضه معانا على التليفون. يا دكتور صباح الخير في البدايه، وكل سنه وحضرتك طيب بمناسبه العام الجديد. الو، صباح الخير يا دكتور اشرف. انا الصوت ضعيف جدا مش سامع، بس لو انتوا سامعيني صباح الخير وكل سنه وانتم طيبين، ويعني ان شاء الله سنة جديدة لكل مصر، وطبعا ببارك فوز بالجائزة للنادي الأهلي، وأيضا يعني كل حاجة بتتعمل للرياضة المصرية جميلة، والروح الجميلة الجديدة الحقيقة الفلوس بتديها لا للتعصب، ومصر تمتلك مؤسسات رياضية كبيرة وأندية شعبية كبيرة، لكن يبقى الديربي الكبير والناديين الكبار اللي مصر بتتباهى بيهم، الاهلي والزمالك، الزمالك والاهلي، والروح الطيبه اللي لقينا فيها مجلس اداره الاهلي بيأجل اجتماعه عشان يحضر جنازه رئيس نادي الزمالك، والروح الجميله اللي بتشوف ايضا يعني مجلس اداره واللجنه المؤقته لنادي الزمالك بتبارك للنادي الاهلي الجائزه. الحقيقه دي امثله احنا ونماذج عايزينها الرياضة المصرية بشكل كبير بكل يعني أشكالها الطيبة، وكل الدعم لأنديتنا. أنا مش سامع كويس دكتور أشرف، حضرتك معانا؟ الظاهر في حاجة في الخطوط، فممكن تتصلوا تاني، ما عنديش مشكلة. أنا كده سامع حضرتك، حضرتك سامعني طيب؟ أنا سامع خفيف. بس أنا هحاول أعلي صوتي يا دكتور أشرف. رسالة حضرتك والكلام كله وصل يا فندم، طبعا حضرتك كده سامعني كويس تمام؟ كده سامع كويس. طيب الحمد لله. أولا طبعا كنت بقول لحضرتك طبعا كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة العام الجديد، وطبعا المبادرة أكثر من رائعة اللي حضرتك طرحتها، لا للتعصب مصر أولا، وأكيد كان عام طبعا صعب على الجميع وعلى العالم كله، بالذات على الرياضة، لكن إحنا نقدر نقول كان عندنا حالة استثنائية هنا كمان عن تجهيزاتنا لبطولة العالم لليد في يناير اللي هتقام في مصر بإذن الله، وهذا الحدث العالمي اللي هيكون على أرض مصرية. أستأذن حضرتك أستغل هذه المكالمة وأعرف برضو استعداداتنا وإزاي قدرنا إن إحنا برضو ضمن كل هذه التحديات نصل يعني إن إحنا نوصل هذه المكانة، وإن شاء الله إحنا واثقين إن هي هتكون فعلا بطولة أكثر من رائعة تليق بالبلد. تفضل يا فندم. والله أنا يعني هوانت فعلا أنا بتفق معاكي، بطولة كأس العالم إن مصر تستضيفها لازم كلنا نقول مصر تستضيف كأس عالم، وكأس عالم لكرة اليد يعني اللعبة الشعبية الثانية على مستوى العالم، وأيضا في مصر بعد كرة القدم. شيء مهم جدا إن احنا نتضافر الجهود كلها، وإن احنا يعني خلاص مش هنتحدى الطبيعة دايما بقول، لكن نبذل قصارى جهودنا من ناحية الصحية، ومن ناحية طبعا الموضوع بقى تحدي عشان جائحة كورونا، ازاي نشتغل بشكل علمي ويكون عندنا لجان علمية تقول نعمل ايه، وده تم. اطباء مصريين على درجة عالية عملوا يعني مفهوم جديد وكبير، ان شاء الله نحافظ على كل الاجانب اللي جايين، 32 فريق من 32 دولة، العالم كله موجود في مصر، العالم كله واثق وجاي، ما يعني ما حدش أجل الحمد لله. ان شاء الله كلنا بمصر بجماهيرنا بمشاهدينا يعني نعمل حاجه تليق باسم مصر دلوقتي وفي المستقبل وفي كل وقت ان شاء الله للرياضه المصريه باذن الله. وده واضح على كل حال يعني من المجهود اللي بتبذله وزاره حضرتك. حي دكتور اشرف، كل سنه وحضرتك طيب مره ثانيه، وبنشكرك جدا على هذه المداخله. شكرا.